طيب اسم نابولي. نابولي حكايه في اوروبا الموسم ده، مش حكايه بس في دوري الابطال ولا حكايه في الدوري الايطالي، بس فعلا نابولي بيلعب كوره حلوه، مش فريق عامل مفاجاه ولا بس بيدافع كويس فقادر يكسب ماتشات، فلا ده فريق بيخوف. انت لما تبص على ارقام نابولي، انا كل شويه، انا مش كل ماتشات نابولي بتفرج عليها في الدوري الايطالي، بس افتح ابص نابولي عامل ايه النهارده، كسب 4 سكورات، كسب 5، كسب 4، كسب 3. انت كنت بتقول لي تحت الهواء بيكسب 4 بلس. انت عايز ايه يعني؟ لا حتى ما بيكسبش كده وخلاص، يعني مش جول ونقفل. مظبوط. لا وبيكسب بقى، وفرقه كبيره، يكسب ليفربول 4 عادي، ما فيش اي حاجه. يبقى العلامه الكامله النهارده قبل ما يلعب مع ليفربول ويخسر المباراه النهارده. ايه حكايه نابولي؟ حكايه نابولي ممكن اقول لك حاجه كمان قبل ما تكمل. فاكر انت كنت قاعد على الكرسي ده والكرسي ده، وكنا بالركب قاعد تقريبا برده، قلت لي نابولي مش هيكمل كده لنهايه الموسم. انا اللي قلت كده. يبقى مين اللي قال؟ تلاقيه بالركب. انا اجيبها عليه على طول. اقول لك بصوت طيب عشان ميلاده واجيبها عليه على طول. انا بس طيب طبعا بصوت طيب، بس انت قلت كده برده معاه. انت فاكر كده؟ طب انا هقول لك ممكن اكون قلت ايه. حكايه نابولي، اولا نابولي يستحق جدا 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 اللي هو عليه الان. ليه؟ التخطيط من اسباليتي، من اداره الكوره، من العين، من السكاوت، العين بتاعت الكشافين. عندهم سبورتس دايركتور كمان جامد جدا، واحتمال يروح اليوفي كمان بيفاوضوه. دي عبقريه من نابولي في ان بيطلع نجوم الفرقه، بتمشي ميرتنز، بتمشي نجوم كبيره جدا وكولوبالي، وبتبيع كل ده وبتعمل ده. نابولي السنه دي اللي ممكن نقول ايه اللي كان بدايات كويسه قوي حتى مع سباليتي السنه اللي فاتت، دي ثاني سنه دي تبقى ماشي كويس بعدين ترجع. المره دي الموضوع ممكن يعدي سباليتي. ليه؟ ان انا عندي انت النهارده خلقت ودمجت في الفرقه حلول مش موجوده بعتقد يا كريم عند اي فريق. انت ما يبقى عندك سيميوني او تشوليتو زي ما بيقولوا عليه، جوفاني سيميوني او تشوليتو زي ما جماهير نابولي بتحب تقوله، وعندك راسبادوري، وعندك رحت مدخل لموبكا في النص، رحت مدخل انجويزا، انت دمجت اثنين لعيبه من العدم، واحد كان جاي من فولهام، واحد لعيب سلوفاكي لسه بيحاول يلاقي نفسه، مع طبعا اوزمن، ويرجع للتهديف وتتحل المشكله اللي كانت الخناقه اللي قدام الكاميرات في الفتره التحضيريه بين اسباليتي وبين اوزمن، فبالتالي الحلول بوليتانو يرجع يشارك كويس كمان في الجناح. فالنهارده اسباليتي عامل مجموعه ومنظومه قويه جدا. كل حاجه بيعملها نابولي هي تصريح او ستيتمنت ان انا جاي اقدم في البطولتين كوره مهمه جدا وكوره كبيره جدا. حاجه كمان انه اللي بيعمله اسباليتي هو بيضرب بعرض الحائط يا كريم كل الاستيريوتايب او الفكره المعهوده او المعتاد عن الكره الايطاليه. مفيش تقفيل، بيلعب كوره هجوميه شرسه. انا شفت مع سباليتي خلال الكام ماتش اللي فاتوا نسخه الاكثر جمالا وسلاسه ومرونه من 4-2-3-1. كل حاجه سلسه، كل حاجه بتمشي صح، اللعيبه اللي بتنزل انت اصعب حاجه في الكوره تجمع بين حاجتين، معادله المتعه مع النتائج. لما سجل 20 هدف في دوري الابطال مع مجموعه فيها وصيف البطل ليفربول، اعتقد ده ستيتمنت، تصريح كبير جدا. فالنهارده نابولي بيثني ثمار كل بيلم كل ثمار اللي عمله، ان انت يبقى العين على كفرتسخيليا وتجيبه من جورجيا، وتجيب تعرف تجيب انديه الشمال الغنيه ميلان وانتر بيتخانقوا على سبادوري، تعرف تجيبه لون، تجيب بن دومبيلي لون، تدخل كل اللعيبه دي، فبالتالي يبقى عندك المنظومه دي والحلول. السؤال بقى الاهم دلوقتي، السؤال الاهم، ناس تقول لك طب المعادله او انت بتقول ان انا قلت قبل كده ممكن ما يكملوش. الرد على السؤال ده عند سباليتي نفسه. جرت العاده ان سباليتي بيمشي كويس قوي بعدين البنزين بيخلص، او بتبدا يحصل 360 تراجع في النتائج غريب جدا. شفنا ده مع انتر، وفي حاجه عايز اوريها لك انديكيشن للكلام ده، مؤشر للكلام ده لو موجوده معانا نعرض وانت بتتكلم. في السنه اقول لك التاريخ بالظبط، في ديسمبر اعتقد 5 ديسمبر او يعني يمكن 10 ديسمبر 2017 لوتشانو سباليتي مدرب انتر ميلان. هو ماشي اتعادل 0-0، لا دي لقطات انتر هنحتاجها بعدين. سباليتي اتعادل، انا عايز الجدول. الجدول يا جماعه. سباليتي اتعادل مع يوفي 0-0. التعادل ده خلى جاب لك الجدول وبعد كده شلوه تاني. خلى انتر متصدر الدوري، ومن هنا طلعت الاسطوره او الكلمه اللي دمرت كل حاجه بيعملها سباليتي، بطل الشتاء اللي بتخليه دايما ياخد الثقه. قلت لك في ديسمبر قبل عطله اعياد الميلاد انتر متصدر الدوري. الموسم ده انتهى، انتر رابع بالعافيه في اخر مباراه الشهيره امام لاتسيو اللي عرف يسرق مقعد التاهل لدوري الابطال بهدف فيتشينو في مرمى لاتسيو 3-2. فبالتالي عندنا السؤال، او زي ما الامريكان يقول لك المليون دولار كويستشن، هل هو المره دي الموضوع في ايد سباليتي وممكن فنيا يوقع حتى اللعيبه القويه جدا معاه، ولا الموضوع خرج بره ايده ان عنده الحلول حتى في الماتشات اللي بيتزنق فيها؟ صحيح. فبالتالي جرت العاده زي ما بقول لك في انتر
ما كملش، ما قدرش يخلص غير في مركز رابع. مع نابولي السنه اللي فاتت كان بادئ كويس قوي، اللي حصل في اخر السيزون كان بادئ كويس قوي ومتصدر. صح. انتهى الموضوع لايه؟ ان انتر وميلان بينافسوا على اللقب، غلطه رادو حارس مرمى انتر، كان انتر على يعني قريب قوي انه ياخد اللقب الثاني على التوالي. ميلان استغل التعثر ده وكسب الدوري، خلص الدوري، اختار روزينيري اي سي ميلان، الدوري خلص ان ميلان الاول، انتر الثاني، نابولي الثالث. فبالتالي انت دايما يقول لك انت بوزيشن يورسيلف، انت بتحط نفسك فين. سباليتي السنه دي محتاج يمركز نفسه كمتصدر وكبطل الدوري، عنده اللعيبه اللي تكمل. المعادله الصعبه هتبقى انا قادر اروح لغايه فين في الشامبيونز، وقادر لحد فين في الدوري. اعتقد هياخد الدوري، اتمنى ان نابولي ياخد. شوف انا راجل انتريستا لو ما حدش، وخد بالك معلش برضو انت فكرتني بحاجه مهمه عايز اقولها لك. عندنا يعني بيتفرجوا على الدوري الايطالي زي حالاتي وبيتابعوا كويس قوي، عارفين امتى امكانيه حاجه وامتى استحاله حاجه. نابولي ده الموسم، ويعني مارك كلامي كده وبرجع افكرني بيقول انت قلت كده المره دي، مش جيمي المره دي مش هنكر، وشاهدين عليا سامي وجمال، لو نابولي ما استغلش تارجح مستوى ميلان وانتر السنه دي، ويوفي اللي انيلي مصمم على مشروع يوفي اللي في الاغلب هيفشل جدا مع اليجري، لو ما استغلش السنه دي انه يعيد امجاد مارادونا ويحقق لقب الدوري السنه دي، مش هيحققه لمده 30 40 سنه كمان. حلاوتك.